أخوتي يا سلام، ربي يسعد قلوبكم. مجد الآب والابن والروح القدس، آمين. مثل ما حكينا مع بعضنا، بدنا نبلش بشهر تشرين أول نحكي عن العجائب اللي صايرة والأمور الرائعة جدا والقصص الحلوة. تدخل ابنة مريم العذراء مسبحة الوردية، اليوم شو عاملة عجائب وشو عاملة أمور رائعة جدا، حتى كل واحد منا يعرف قديش هي هالمسبحة، مسبحة الوردية، ممكن تغير حياته. رح بلش اليوم مع أول قصة معنا. أنا ما بدي أقول، لما سألتكم على الفيسبوك إذا بنعمل كل هالقصص اللي صايرة مع الناس والعجايب مشان مسبحة الوردية، وكلكم طبعا قلتوا إيه وانبسطتوا، أنا فرحت إنه الله لهمني إمنا مريم عذراء رحمتني تأعمل هيدي القصص اللي هي عن أولادها، عنا نحنا. ما بتصدقوا قديش كان في محاربة من الشيطان، ما بتصدقوا قديش تخربطت أمور، ما بتصدقوا قديش كان لازم أو مش كان لازم، ما بتصدقوا قديش صار في قصص، لدرجة في عصاية السيلفي اللي ممكن كان صور فيها فيديو اللي بعملها انكسرت، لدرجة إنه المواقع اللي بنفوت عليها صار بصعوبة حتى نفوت، يصير أشياء، وبعده أنا عم بصور عم بصير أشياء، نوقف تصوير تنكمل. تتعرفوا قديش الشيطان بده انه ما نحكي عن مسبحة الوردية، بس نحن بقوة امنا مريم العذراء، بقوة ربنا يسوع المسيح ومسبحة الوردية رح نحكي ورح نكسر حاجز الشر، وامنا العذراء بتكون معنا جميعا. بالبداية بأول قصة بدي اقول، شاب فرنسي ذكي كتير كتير كان عم يدرس مادة العلوم وكان متفوق بالجامعة، بس ملحد ما بيؤمن ابدا بالله وما عنده شيء لا على القديسين ولا عن امنا مريم العذراء ولا بصدق شيء. ما تحكوني بهالامور، في علوم في واحد زائد واحد يساوي اثنين، كان عبقري. بيوم من الايام سمع انه في ايقونات وشغلات حلوه باحدى كنايس باريس، فات حتى يتفرج عليها، وصار يقول هو ماشي انه هول حلوين يكونوا بمتحف، شو قاعدين حاطينهم بكنيسه، شو هالابداع بالرسم، هذا الرسم لازم يرسم شغلات تانية كمان، اوه شو حلو هالرسم. هو ماشي عم بيسمع، كان تمتمه هي تمتمة بزاوية بالكنيسة، حشريته وعلمه صار يمشي ورا هالصوت يشوف وين عم يسمع سلام عليك يا مريم. قرب هيك وعم يطلع بالزاوية مطرح ما طالع الصوت، بس كانت صدمته كتير كتير قوية لما قدر يعرف مين اللي عم يطلع هيدا الصوت، لدرجة بيقولوا انه اصابه الذهول، تجمد محله لما شاف معلمه الكبير، لما شاف البروفيسور العالم الكبير بمادة العلوم أمبير راكع وعم يصلي صلاة المسبحة الوردية، شافه لمعلمه للعالم المشهور أمبير اللي نحن نقول هلا 5 أمبير و6 أمبير، هي تيمنا باسمه، هذا عالم كتير كبير، شافه راكع وعم يصلي المسبحة، هو اللي مكتشف مقياس الكهرباء، هو اللي كان عنده من أشهر العلماء. فهيدا الإنسان من وراء ما شاف معلمه شو عم يعمل قرب وحكي معه وقال له شو عم تعمل، علمه، عرفه على امنا مريم العذراء، عرفه على الرب يسوع، وقال كانت هيدي الحادثه بدايه لتغيير حياتي. وفعلا هيدي الحادثه بدايه لتغيير حياه الشاب، واصبح اليوم طوباوي وهو اسمه اوزانام، مؤسس جمعيه مار منصور. كان يقول دائما مسبحة استاذي هي اكثر شيء غير لي حياتي، اكثر من كل الكتب، اكثر من سمعت من علم، مسبحة استاذي هي دلتني على طريق الخلاص. ان شاء الله كلياتنا منكون دائما كمان اولاد طائعين لامنا مريم العذراء، وكل عيد وانتم بخير، كل شهر تشرين اول وانتم بخير. سلام الرب يسوع معكم، بركه امنا مريم العذراء، الى اللقاء.